نحضر اليوم كشبكة هيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا للمناظرة الدولية حول فعلية حقوق، وبمناسبة كذلك الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة كذلك مهمة نظرا لما يشهده العالم من توترات في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك مع يعني نقاشات ستكون هناك نقاشات بحضور فاعلين دوليين وأصحاب المصلحة، وكذلك الآلية الدولية لمناقشة مواضيع ذات الصلة بمثلا الفضاء المدني في إفريقيا، تقليص الفضاء المدني وكيفية يعني فعلية الحقوق وتنفيذ الآلية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ يعني الاتفاقية الدولية، كما هي مناسبة كذلك لاستعراض تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان في تفاعله مع الآليات، في انفتاح لمجموعة من المواضيع بدون طابوهات كمراجعة المدونة والانفتاح كذلك على المنظومة الحقوقية الدولية.